جديد ميركادونا. من جديد ميركادونا البنات هاد الشميعات هادو اللي الريحه ديالهم زوينه اللي كيديروا اورو و75 كتجي واقيلا فيها 18 وحده. عندنا هنايا البنات هاد اسبونخا ماخيكا بالنسبه للناس اللي كيقول لي راه ولدي رسم ليا في الباب ولا في الحيوط، راه كيمسح البنات داك ستيلو الفيتر. عندنا التويتاس البنات اللي فيهم 32 وحده اللي كنقدروا نمسحوا بهم نظاظر اورو 60. ما بغيتوش كاين هاد السبراي هذا اللي كيدير بجوج اورو 75 كترشوا على نظاظر لا ديال الشوف لا ديال الشمس وكتمسحوا نظاظر اللي كيجي فيها 15 ملي كما كتشوفوا البنات. كيجي فيه واحد سميتو هذا البنات الصابون ديال الدراري الصغار اللي كيتغسلوا بهم الملابس ديال الدراري. هذا الصابون هذا البنات كما قلت لكم كتبن به حوايج ديال الدراري الصغار. هذا البنات وديك الفراشه اللي كتفرشيها فوندا كديريها لتحت هذا باش بدلي لولدك كديرها هي الاولى ومن بعد كترميها. هادو البنات كما كتشوفوا 80 سنتيم واحد التويتاس، وهادو التويتاس البنات اللي فيهم 60 وحده كتمسحي بها كاع الكوربو ديال ولدك كيديروا 3 اورو و95. هذا البنات واحد البروتيكتور اللي كيديري في الكونه ولا في الكامه بالنسبه للناس اللي كيحيدوا ليكوش ولادهم مازال ما كيتعودوش، يعني كديري كحمايه بروتيكتور في الكامه ولا في الكونه. هذا بغيت نقول لكم البنات الطمنو البال راه كيكون على طول العام فيه الشراب، يكون فيه الشراب لداخل البنات بالنسبه اللي جاوا جداد في اسبانيا داك راه فيه الشراب من الداخل. هادو البنات شي خبيزات كيعجبوني فيهم الفرماج من الفوق ماشي من الداخل غير من الفوق صافي، كيديروا ب 45 سنتيم وصراحه كيعجبوني بزاف وحالا ما فهمت شي حاجه. هادو البنات اللي جاو جدادين في اسبانيا ما تاخذوش منهم، هادو راه كلهم فيهم المنطقه ديال الحلوف. هادو البنات جديد ميركادونا كيجيو فيه 7 ديال تورتيتاس ديال الميندرا ولا ديال اللوز. تاني دايرين الميندرا اللوز ديال الشكلاط كحل، هادو كيجيو فيهم 6 كما كتشوفوا من جديد من جديد ديال ميركادونا. هنا بالضربه مع الكاميرا باش تشوفوا انغريدينتس بلي ما فيهم حتى شي حاجه حرام. المهم دابا هنا البنات غادي ندوزو نشوفوا هادو ديال يوغورت ديال الفريسه. هذا الفيه البنات جميع المكسرات بالعسل بكل شيء بالنسبه للناس اللي بغاوهم، راه كاين في ميركادونا جابوا كاع داكشي ديال الحفلات اللي كيحطوا في النافيدات راه حطوهم دابا في هاد الحفل هذا ديال هالوين. المهم هنا دوك الحليوات اللي كيجمعوهم على طول العام وكيحطوهم ثاني في الحفلات. هذا البنات داك التين باللوز كما كتشوفوا، وكاين كان ديال التمر ولكن ما حطوش. هذا جديد ميركادونا حليوات ديال الكاليبتوس كما كتشوفوا راه الزينه منهم باش ندوقو نيت كيفاش جاي. انا كيبان ليا جديد كنهزو باش نشوف، باين عليهم البنات حارين بزاف بزاف. والمهم البنات هذا هو الجديد، ننتظروا الجديد الثاني ان شاء الله.